لما طلعت بالقناه في الحياه، انا لعبت النادي الاهلي في الوقت اللي انا فيه ده، لما دخلت شريف ودخلت فايد جوه، بعد ما دخلت الاثنين انا كنت الاوضه بتاعت النادي الاهلي في اتجاه تحت المدرج اللي فيه النادي الاهلي، والباب الحديد دخلتهم جم بعد ما دخلتهم، فلما لقوا شريف ما اتخبط بوكس وكده، فاللعيبه اساسا مش فاكرين ان الموضوع عادي، كلهم جايين مندفعين عايزين يخرجوا من الباب اللي عند الجمهور اللي هو عند النادي الاهلي اللي الجمهور مدافع عنده. لو جمهور اللي هو الناس اللي هي بعض الناس اللي عملت المصيبه ديت شافوهم يا خالد، كانت الكارثه هتبقى كارثتين. لعيبه النادي الاهلي ما كانش هيبقى ليهم وجود في الحاله لولا اصراري، ولولا ان انا وقفت سددت بجسمي الباب الحديد عشان لعيبه النادي الاهلي ما تطلعش. الكلام ده ما حدش لاول مره يعرفه، ما يعرفوش غير لعيبه النادي الاهلي، ما يعرفوش غير سيد عبد الحفيظ، ما يعرفوش غير الجهاز للاسف جابات الجهاز المصري منهم الاخ محمد يوسف والناس دي كانوا موجودين. ولولا انا حطيت جسمي في الباب عشان بسافر عشان ما يطلعوش، كان اللعيبه دي ما رجعتش. انا سمعت يا كابتن حصل خناقه ما بينك وبين محمد يوسف. انا ما حصلش خناقه، انا للاسف هو غلط فينا، وانا في عز ان انا عمال احوش. انا مش عايز اتكلم فيها، محمد يوسف ده المفروض ان هو يعني بص يا كابتن، وقت الانفعال ما نحاسبش بعض على حاجه، الكابتن بتاعه وحاجات كتيره جدا فغلط فيها انا وحسام بطريقه مش كويسه، وانا احنا رايحين نطمن على الفرقه تاني. انا رجعت وصلنا جمهور النادي الاهلي يا خالد. بس يا كابتن عايز اقول لك حاجه، راعي برضو راعي ظروفه النفسيه اللي كان والضغوط العصبيه اللي كان موجود فيها. يعني اقول لك انا بقى طبعا كل حاجه، انا خدنا 16 لعيب، 16 من الجمهور على قد ما قدرنا اللي كانوا موجودين جوه الاستاد خدين من خايفين، خدناهم وديناهم الاوتيل عندنا في وشفنا وقمنا وجبنا الدكتور وقمنا كل الواجب، وخدنا كل لعيب من عندنا كله قاعدين في القاهره، كل عربيه خدت ثلاثة أربعة من الجمهور، واتصلنا بتليفونات اهاليهم وطمناهم، وعندك اهاليهم واتكلموا في قناه الحياه ان على اساس يعني شكرونا ان احنا ربنا كان جعلنا سبب ان احنا حافظنا عليهم وطمناهم بالتليفونات ورجعناهم في عربيات اللعيبه وخرجناهم لحد مصر. ركبت كل اربعه في عربيه خالد تمام. فالواحد انا اما ربنا خلقني وتربيت في بيتنا ان الواحد يبقى دمه حر، واني عمري ما بشوف واحد بيحصل له حاجه ويسيبه، ولو قرر الموقف ده تاني، ولو الواحد على فكره خالد انا الشماريخ والصواريخ اللي ضربت من فوق ومن تحت وانا بدخل سيد عبد الحفيظ وشريف كلها معديه من قدام عينيا، يعني 2 سم ولا 5 سم كان ممكن الواحد يبقاش موجود في الدنيا دلوقتي. انما بعد لله خالد كابتن هو انت شاكك ان في بلطجيه؟ نعم في بلطجيه؟ في ناس مش مظبوطه كانوا موجودين يا خالد. خالد اقول لك حاجه، احنا اتغلبنا كنا مع نادي الزمالك انا وحسام، والملعب ده كله مش بيشتم بقى جمهور ولا فرقه، الملعب ده كله كان ضد حسام حسن وابراهيم حسن. جمهور ولا فرقه، الملعب ده كله كان ضد حسام حسن وابراهيم حسن. تمام، كان مشحون الى ابعد مما تخيل، وكان في جمهور الزمالك موجود فوق. تمام، انا وحسام صمدنا لابعد مدى وسكتنا عشان خاطر كان الاحتضان والبلد ما كانش يستحمل، واتشتمنا واتعملنا وطلعنا، انما الناس كانوا فاهمين غلط، والناس قدرنا ان حد كان موصل لهم معلومه غلط في بورسعيد، انما جمهور المصري او جمهور بلد، نفرق بين شعب بورسعيد وبين جمهور كوره او بعض المندفعين اللي بوظوا الدنيا، انما الجمهور هناك ناس طيبه، او الشعب البورسعيدي هناك لان شعب مصر أو أهل بورسعيد، خليها أهل بورسعيد لأن الشعب ده مصري كله، كلهم ناس طيبة وناس غلابة جدا، وظروف البلد صعبة هناك قوي، عايزين نفرق ما بين طبعا يا كابتن وبين بعض الناس اللي كانوا مأجورين اللي عملوا كده يا خالد. والماتش عدى لو تفتكر ماتش الزمالك، واتغلبنا 2-0 وطلعنا، والجمهور الزمالك طلع محدش خدش تماما، وإحنا كجهاز وكلاعيبة مشينا وخرجنا بره بورسعيد ووصلنا مصر من غير ما حد يعمل لنا حاجة. هي اللي حصل المرة دي مدبر يا خالد، انا شايف ان المجموعه اللي طلعت واصرت انها توصل للجمهور للنادي الاهلي هو عملوا ذعر، الذعر ده ادى ان الجمهور الاهلي يا خالد وقع على بعضيه في مساحه صغيره جدا كلها اختناقات، فمع طبعا يعني الناس دي المفروض تتحاسب وتتمسك،
ولازم تبقى عبره يا خالد، لعبره في التاريخ، ان محدش يقدر يروع بني ادم. صح. لاني انا وقفت وقفت بعد قبل ما يركبوا الاتوبيسات بعض الجماهير جماهير النادي الاهلي في الملعب، وقفت طمنتهم قلت لهم انا مش هخرج من بورسعيد انا وحسام والجهاز واللعيبه الا لما انتوا تطمن عليكم تخرجوا بره. فهي يا خالد كلهم سنهم صغير قوي، كلهم 16 17 18. كنت اتمنى ان يعني حتى الدنيا الاهالي في البيوت، يعني اتمنى منهم في المستقبل في اي لعبه اي حاجه بلاش السن الصغير دوت حتى يسافر في حته، لازم الاهالي تخاف على اولادهم اكتر من كده برضه. لاني انا شفت سن ناس كتبت لهم النجاة ان هم 16رات يا خالد و15رات و17، يعني صعب قوي ان يسافروا بعيد عن اهلهم بالطريقه دي. كابتن ابراهيم بشكرك يا كابتن، ربنا يخليك.